جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة القريات رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاسين البلوي، يقول: نذرت والدتي نذرا على إثر مرض لإحدى بناتها، وقالت: سوف تذبح كل أضحية خروفا. وشفيت البنت ولله الحمد من هذا المرض، ومر على شفائها حوالي 22 سنة وهي لم تذبح بهذه السنين، وبدأت بالذبح في عام 1415. الآن تسأل: ما حكم السنين الماضية إذا كانت ناسية للنذر أو كانت ذاكرة له؟ جزاكم الله خيرا. هذا النذر دين في ذمتها، إذا كانت تريد أنها تذبح كل سنة أضحية، نذرت أن تذبح كل سنة أضحية، فإن هذا يلزمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فهي أوجبت على نفسها الأضحية كل سنة، يجب عليها أن تذبح. إذا مضى عليها سنين وهي لم تذبح، فعليها أن تقضي السنين التي مرت، تذبح عما فات، وتجري عليه ما تجري في الأضاحي من الأكل والتصدق والإهداء من لحومها، وعليها مع قضى ما فات أن تكفر كفارة يمين عن التأخير. نعم.